دلوقتي عندنا سؤال في الأدب لعيلة الجعفري. أدب والسؤال. شاعر عمية راحل مؤلف قصيدة مصر حتة من أوروبا، فمن هو؟ قصيدة مكتوبة على بحر الرمل، قصيدة وطنية بيهاجم فيها الاستعمار، بيتقال عن الشاعر ده إنه شاعر العمية التي خشيت العربية على سحر بيانها من فصاحة عميتها. مين بقى يا ترى؟ الخال الأبنودي؟ لا، بيهاجم فيها الاستعمار، لازم يبقى قديم. خسارة، إجابة خاطئة. محمود. بيرم التونسي. ملك التخمين، إجابة صحيحة، هو فعلا بيرم التونسي. برافو عليك يا محمود، عشانات 30.